ده يعني انا عامله كعرض او بنقول عليه يعني كسيلك وورم بارك، بحيث انه يبقى كمزار تعليمي واسري وسياحي، يبقى دي نقطه البدايه لنشر ثقافه تربيه دوت القذف في محافظه الوادي الجديد وفي مصر. المهندس محمد عبد الرب محمود، الوادي الجديد مركز الدخله. ده احنا دلوقتي واقفين في مشروع تربيه دوت القذف لانتاج الحرير الطبيعي، تربيه دوت القذف لانتاج الحرير الطبيعي، والمشروع متداخل مع تربيه النحل، يعني الحشرات النافعه، تربيه الحشرات النافعه مع بالاضافه الى الخدمات اللوجستيه. ده اللي احنا واقفين فيه ده اسمه مالتي سبان. مالتي سبان ده لتحضين او لزراعه التوت الهندي، اللي هو يعتبر افضل اشجار التوت للتغذيه دوت القز. لمزايا كتيره جدا يطول شرحها. فبالنسبه للتوت الهندي ده هو يعتبر قزمي ومستديم الخضره، ولذلك انا زرعه في مالتي سبان لعدة أسباب. أولاً أن أنا في الصيف يديني محصول ورق زي ما أنتم شايفين كده، وفي الشتاء برضو هيديني محصول ورق. ليه؟ لأن أنا بغطي المالتي سبان فبحميه من إيه؟ من الموجة بتاعت الصقيع، فيديني إنتاج على طول محصول ورق. وده ليه يهمني؟ اللي هو إنشاء المنحل. إنشاء المنحل إحنا زي ما عارفين إن حشرة النحل ما عندهاش بيات شتوي، يعني طالما موجود مصدر للرحيق بتبقى شغالة طول السنة. تمام. ده بالنسبه للمنحل. فانا عامله مشروع يعني ايه متداخل مع بعضه، بحيث ان انا المشروع بتاعي يبقى شغال طول السنه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي بنجمع في الورق عشان نغذي الدود عشان نقدم له الوجبه الثانيه النهارده.